نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الوادي الأخضر التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال القافلة تم الكشف على 855 مواطنا في جميع التخصصات الطبية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. لغايه دلوقتي في اليوم الاول في القافله ما يقرب من 800 شخص على الاقل، معايا تخصصات كتير جدا، باطنه ونساء وجراحه واطفال وتنظيم اسره وجلديه وانف واذن، معايا معمل دم وطفيليات، بجانب ان انا معايا صيدليه فيها 89 صنف من العلاج. احنا بقينا دلوقتي الاهالي هي اللي بتدور على القوافل وبتسال مواعيد القوافل فين، لثقتهم في القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا هنخش في كل قرية وفي كل شارع. لا احنا دلوقتي احنا كشباب حياة كريمة بقى بنشتغل قبل القافلة باسبوع بالتنسيق مع مديرية الصحة بالاسماعيلية ان احنا بنعمل رصد ميداني في كل قرية وفي كل عزبة.